في إطار سعيها المتواصل لتطوير نوعية خدمات الإدارية، وبعد ما انطلقت منذ يوم 24 أكتوبر 2016 في استغلال منظومة طلب استخراج البطاقة عدد 3 على الخط لفائدة التونسيين بالخارج في مرحلة أولى عبر موقع الويب b3.interior.gov.tn، تشرع وزارة الداخلية في استغلال المرحلة الثانية من المشروع لفائدة التونسيين داخل الجمهورية. اليوم في تونس ولا في الخارج يمكن طلب استخراج البطاقة عدد 3 عن بعد على مدار الساعة وبطريقة مؤمنة. زوروا الموقع على الرابط التالي b3.interior.gov.tn.